إذن وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي مبارك محامد المتحدث باسم لجنة الاعتصام السلمي. أهلا بك أستاذ علي. أهلا مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ علي. بعد اختيار قبيلة آل عفرار الشيخ محمد آل عفرار رئيسا لمجلس القبيلة، ما هو تقييمكم لهذا الحدث وكيف تنظرون لردات الفعل من الطرف الآخر أيضا؟ حياكم الله ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. حقيقة نحن في لجنة الاعتصام باركنا هذه الخطوة التي نعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح. هذه الخطوة التي انتظرها كل أبناء المهرة وسقطرة، خاصة بعدما حصل الانقلاب على الحكومة الشرعية في سقطرة مؤخرا، وأن هناك أطراف هنا في المهرة تدفع الدول الاحتلال السعودي الإماراتي أبو ظبي والرياض التي تحاول الآن تكرار نفس السيناريو ونفس ما حصل في محافظة سقطرة. فمن هذه من هذا الباب ومن استشعار خطورة المرحلة، أكد الجميع في محافظة المهرة أنه لابد خاصة في هذه المرحلة التاريخية الحرجة على أسرة آل عفرار التاريخية أن يكون لها موقف ضد كل من تسول له نفسه العرس بأمن استقرار المحافظتين، أو أنه ينوي بتسليم المحافظة مثل ما سلمت سقطرة للانتقال هناك. نعم. أبناء المهرة جميعهم وبكافة أطيافهم ومنذ خروجهم، خاصة نحن في لجنة الاعتصام السلمي ضد الاحتلال السعودي الإماراتي، وما رأيناه من أفعاله وما رأيناه من انحرافه ومن وجوده داخل المحافظات اليمنية بشكل عام وعندنا في المهرة وسقطرة، أن وجودهم احتلال غير مبرر، احتلال مكتمل الأركان، يحاربون الدولة الشرعية أينما وجدوا، يحاربون الحكومة، وخير دليل ما حصل مثلا في سقطرة من انقلابهم. نعم. على الحكومة هناك وطرد المحافظ. نعم، ولكن ما هي الخطوات القادمة للجنة الاعتصام السلمي من أجل حفظ الأمن والنائب المحافظة عن الصراع التي تسعى ميليشيا الانتقالية إدخال المحافظة فيه؟ لجنة الاعتصام مواصلة نشاطها ونشاطاتها مستمرة منذ خروجها في مايو 2018، ولا زالت إلى اليوم وهي على الساحة موجودة وترفض كل الانتهاكات التي تحصل من جميع الأطراف، سواء الأطراف المحلية التي هي أدوات بيد الاحتلال أو من قبل الاحتلال نفسه. فنشاطاتنا في لجنة الاعتصام مستمرة، ولكن في هذه الفترة الحرجة وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، فإن النشاطات الجماهيرية تم تعليقها مؤقتا، ولكن النشاط السياسي والإعلامي والمجتمعي بتكثيف الوعي ونشر ويعني تفهيم كل المجتمع وكل أطيافه في حقيقة التحالف السعودي الإماراتي وما يفعله، وخاصة ما يعمل ما يقوم به الشيخ علي الحريزي من نزولات وتفقد أحوال المديريات في محافظة المهرة. نعم. هذه الخطوة تعتبر من نشاطاتنا في لجنة الاعتصام، وأنها خطوة تحافظ على أمن واستقرار المحافظة وتمكين الأجهزة الأمنية والشرعية بما فيهم المحافظ وكل الوحدات العسكرية الموجودة من تحمل مسؤولياتها تجاه المرحلة الراهنة، وأن يكون صمام أمان لمحافظة المهرة من منع أي منزلق أو أي خطوة التي يتوقع أن يقوم بها سواء الانتقالي أو التحالف الموجود هنا، قوات الاحتلال السعودي الإماراتي الموجودة في المهرة. ماذا عن اختيار الشيخ محمد عبد الله آل عفرار رئيسا للقبيلة؟ هل يمكن أن يثير اختيار الشيخ محمد آل عفرار انقساما في الصف المهري برأيك؟ بالتأكيد. الآن الشيخ عبد الله، الشيخ محمد عبد الله عفرار، الشيخ من نصرة آل عفرار، معروف لدى الجميع، شخصية اعتبارية وشخصية معروفة، له إسهامات كثيرة داخل المجتمع، ومن هذا المنطلق تم اختياره بأغلبية حكاية من قبل القبيلة نفسها في اجتماع خاص به مصر آل عفرار. ومن هنا ومن بعد ما تم اختياره وتم ترشيحه، فإن المرحلة استوجبت عليهم جميعا هذه الأسرة التاريخية ومن السلطان محمد بحد ذاته أن يكونوا سد المسؤولية تجاه بلدهم وأن يقدموا كل التضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة. نعم، إذن كان معنا عبر الهاتف الأستاذ علي مبارك محامد المتحدث باسم لجنة الاعتصام السلمي، شكرا جزيلا لك.